دوسنا فيست روب بيشن هو 42 سنة من بيشن من قوس جاي اكس سموكر من حوالي سنة كان جاي استقبال بباف اند ديزون. الهيستوري بدأ من حوالي 5 شهور بهاي جريد فيفر باف ويلوش سبيوتر اند ماليريا. البيشن تكنيكال ادفايس في مستشفى حميات الأقصر واتعملت بي سي ار وبي سي ار كان بوزيتيف فور كوفيد. نصحوه في المستشفى ان هو يعمل سي تي البيشن ما عملش سي تي. اتعمل له راندا بلاد شوجر وكان 268 كان اول مره يكتشف ان هو عنده سكر. القرار اللي اتخذه في المستشفى كان هو ايزوليشن ودراج اللي خدها الهيدروكلوروكين وباراسيتامول وانتيبيوتيك والاستمابيل. والبيشن النصح ان هو ياخد الانتي كوجلانت لمده شهر ونص بس هو بمجرد ان هو اتحسن بطل كل العلاج بما فيهم العلاج بتاع السكر. بعديها بثلاث شهور بدا ان هو يشتكي من ديزنيا واوستومنيا وبرزوزما نوكتورنا ديزنيا وكفوان سبيوتم وما كانش فيه فيفر او شيست بين او هيموكسيس اورويز. اتعمل له سي جي كان نورمال واتنصح ان هو يتعمل له سي تي ودي كانت السي تي اللي اتعملت له. هي كان فيها ليفت سايد بلورا ديفيوجن وكان فيها فيجر ديفيوجن. البيشن نصحناه ان هو يعمل ايكو بالفعل راح مستشفى هنا العام واتعمل له ايكو كان فيها كارديومايوباثي والاجكشن بتاعه 35 اتحجز في مستشفى في السي سي يو يونت في مستشفى هنا العام. العيان بدأ هو اتحسن بعد حوالي 5 ايام ورجع البيت والديزنيا والارسومنا ده كله كان اتحسن من العيان. الكوفيد 19 كارديك انجري كنا عارفين طبعا ان الكوفيد بيعمل مانفستيشن بروت سبيكترم من اسيمبتوماتيك ل سيفير ريسبيراتوري فيلير وماي كارديك انجري اند ديس. الميكانيزم اوف كارديك انجري اول حاجه دايركت انفيجن للفيروس اللي هو كمان بيعمل اتشمنت ل الاس 2 انهبيتور الاس 2 اللي هو عباره عن بروتكتيف كاردياك بروتين وانفلتريشن للكاردياك سيل والانفلاماتوري بروسيس وبما فيهم الماكروفاج سايت. الحاجه الثانيه عن طريق الاكسجين سبلاي ديماند ميس ماتش والثرومبوليك والمايكرو انفاكشن او مايكرو امبوليك انفاكشن والهايبر امبريجيك ستيت والانفلاماتوري بروسيس والاوتوميون. اما بالنسبه للانتر اكت مع الايبي كاردال ابيدوز فات المفروض ان هو العيان الاوبيز هو بيبقى عرضه اكتر من يحصل له مانفستيشن او عرضه اكتر لان هو يبقى كومبليكيشن من الكوفيد بسبب ان الادبوس تيشو ده عباره عن السايت اللي بيصنع فيه الايس 2 بيصنع فيه الانفلاماتوري ديزيز فطبعا بيخلي موديوليتر الانفلاماتوري بروسيس بتحصل عند العيان وبتزود الكومبليكيشن اللي بتحصل في العيان الاوبيز. الحاجات الميكانيزم دي كلها بتعمل مايكاردك انجل عين بتكون مني في ام اي ويحصل مني فايبروزس فايبروزس افكت الفنتركل والاتريال فايبروزس ده هيأثر على الاكتريستي الموجوده في الهارت. العيان هتكون مني في كاردومايوباثي سواء اسكيميك او نون اسكيميك غير ان هيدخل مني في ارتريال فايبريشن ويدخل في فنتركل تاكي كارديا وهيبقى عرضه ان يحصل له سادن ديث. بالتالي نتيجة الميكانيزم كل الستاندرد تكنيك اللي بتتاخد في الكورونا من الانتي انفلاماتوري والاميونو سبريسيف والجود انتي فايرال جروبال انتي فايرال هيبقى ليه رول في المانجمنت اوف كارديك انجري. الانتي كواجلانت كل زي ما حصل المفروض ان كل عيان اكثر من 18 سنه دخل المستشفى بسبب كوفيد هيبدا ياخد الانتي كواجلانت من قسم العيانين هو كريتيكال ايل ولا نون كريتيكال ايل. لو كريتيكال ايل بدور على الهاي سسبشن سواء العيان عندي بدا ان هو الهايبوكسيميا يحصل لها ورسنج على رغم الاكس ري بتاعته بدات تتحسن او الدي دايمر بتاعه اكتر من 5000 او رابدلي الفيشن للدي دايمر العيان معايا كمان في ايفيدنس اوف ثرومبوزس في الحاجات دي هبدا ان انا او مفروش. لو هو مفروش الهاي سسبشن ببدا ادي الهاي دوز بوفراكس ودي بتبقى عباره عن اللوب مولكيولر ويت هيبقى حوالي نص ملي جرام بالكيجين بتاخد مرتين. ولو العيان فيه مشكله في الكلى والكريستيسن بتاعته عاليه بنبدا اكتر من 30 اقل من 30 ملي في المينت ببدا ان انا اقلل الجرعه للنص وباخدها وانس ديلي. لو ممكن استخدم الهيبارين اكوردنج تو ذا ويت هو اقل من 50 ولا اكتر من 50
بالكيجي. لو أخطى وزنه أقل من 50 كيجي بستخدم الهيبرين 5000 يونت، ولو أكثر 8 مرات في اليوم، لو هو أكثر من 50 كيجي بستخدم الهيبرين 7000 يونت سبكوتينيسلي بوليتاموساعد. لو العين محبوس في الاي سي يو المفروض ان انا هعمله الترا ساوند على الفول ستريم بتاعته كل ساعه ايام، عشان مجرد ان هو بيبقى فيه اي في ثرومبوبوليك مانيفيستيشن ببدا ازود بتحاول معايا من الهاي دوز بروفلاكسيس ان هو ياخد معايا الثيرابيوتيك دوز من الانتي كوجولانت، وهي عباره عن 1 ملي جرام مرتين في اليوم سبكوتينيس. اللو مولكيولار هيبرين ياخد مرتين، اما بالنسبه للهيبرين بتاخد 18 يونت بير كي جي انترافينوس بولس. البيشنت اول ما تي دايمر بتاعه يبدا يقل عن 5000 يوصل معايا ال 2000 بقلل الجرعه بتاعه الانتي كوجلانت وبستخدم الهاي دوز بروفلاكسيس. اما بالنسبه للنون كريتيكال ايل بيعتمد على البادي ماس اندكس اقل من 40 اكتر من 40 او اكتر من 50. لو هو بيبقى اقل من 40 باخد اللومبريكولار هيبرين 40 ملي جرام سبكوتينيوس وان ديلي، اما لو هو اكتر من 40 فباخد 40 ملي جرام مرتين، لو هو اكتر من 50 باخد الجرعه 60 ملي جرام مرتين في اليوم. لكن عيان كريستينس بتاعه اقل من 30 ملي لتر في الدقيقه بستخدم الجرعه بتاعتي بتوصل ل 30 ملي جرام مره واحده في اليوم، او بستخدم الهيبرين 5000 يوم. المفروض اول ما العيان الاقي ان هو دي دايما بتاعه بدا يرفع اكتر من 200 اكتر من 2000 او 3000 ببدا بوصل معاه للهاي دوز اوف بروفلاكسيس مش النون كريتيكال بروفلاكسيس. المفروض عيان محبوس في المستشفى ما ينفعش استخدم معاه اي اورال انتي كوجلانت ولا وورفرين او دواكس. بعد ما العيان هيطلع من المستشفى المفروض ان انا لازم يمشي على ثرومبو بروفلاكسيس لمده 45 يوم. الكونسيدر بيشنت فور كونتينيد هاي ريسك اوف ثرومبومبوليك او لو ريسك اوف بليدنج بستخدم ان حاجه زي الدواكس، بستخدم زي ريفاروكسبان 10 ملي جرام بستخدمهم وانس ديلي. ولو العيان عنده باتك او رينال ديسفانكشن ببدا ان انا استخدم اللومبريكولار هيبرين ب 40 ملي جرام سبكوتينيوس وانس ديلي. الكيروسين كليرانس اقل من 30 بستخدمه 30 ملي جرام سبكوتينيوس وانس ديلي، او استخدم الهيبرين 5000 يونت سبكوتينيوس كل 8 ساعات. لو جالي عيان اكيوت في المستشفى المفروض ان انا هقيس له التروبونين. التروبونين ده من الحاجات اللي هي السيفير، او مع ان قيسها ولقاها عاليه هعرف ان العيان ده ممكن يتعرض معايا في المالجنت اريثميا. العيان هيبقى فيه سيفير، ممكن يحصل معايا كمان رينال انجري، هيبقى فيه كوربيلتي اند ديس اوردر. فاول ما بلاقي التروبونين عالي في عيان كاردياك نون وهو عنده كارديا جديد او نون كارديا جديد هعرف ده ساين اوف سيفيرتي، لدرجة ان هو التروبينين عالي في نون كارديك ديزيز اخطر من هو العيان بيبقى عنده كارديو فاسكولار ديزيز والتروبينين بتاعه كويس. ومجرد ان هو بيبقى عالي بشخص ان هو ام اي، ويبدا ان هو ياخد الريجيمنت بتاعة الام اي وياخد الريجيمنت بروتوكول فور كوفيد. لا العيان ما فيهوش التروبينين عالي بس في سيمتومز تانية ممكن تقولي ان هو عنده في مايوكارديال انجري، بعمل له الايمجنج بتاعتنا، بيعمل ايكو، بيعمل اي سي جي، بيعمل مونيتورنج، وكونسيدر البيشنت كارديال ريسك فاكتور. اي ابنورماليتي في الاي سي جي او الايكو بيبدا ان انا هعمل له ليك ام ار اي سكان او هعمل له ايكو وز سترين، ولو كانت في اي مشكله بتظهر معانا بنبدا نعالج. خاصه ان هو العيان بعد الكوفيد، بعد ما هو بيخف من الكوفيد بينصح ان انا اعمل له اوكي واعمل له مونيتورنج في الكارديو فاسكولار ديزيز عن طريق الايكو في خلال 6 شهور بعد الكوفيد انفكشن. شكرا. شكرا لكم جميعا، شكرا للدكتوره يسرى. اتفضل الدكتور كوتيه كلوزنج ريمارك والف مبروك.